مشاهدينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم في النشرة المحلية المسائية. كشف رئيس مصلحة الامتحانات والمسابقات بمديرية التربية لولاية جيجل عن الانطلاق الرسمي لاستقبال ملفات المرشحين لمسابقة توظيف الأساتذة في مختلف الأطوار ب 372 منصبا موزعة على الأطوار التعليمية الثلاث، وقد تم تخصيص ثلاث مراكز لاستقبال ملفات المئات من المرشحين القادمين من مختلف بلديات ومناطق الولاية، على أن تتواصل عملية التسجيل إلى غاية 25 من الشهر الجاري. ميكروفون أيمن عبد الرحيم. رانا في حاجة ماسة وفي حاجة ملحة إلى الحلول الجذرية. الحلول الجذرية هذه اللي ما باليش أنا، كاين حلول يشوفوا مع المكلفين ولا الناس اللي عندهم خبرة في المجال هذا، يفتحوا مصانع، يزيدوا عدد المؤسسات، يحسنوا المستوى، ما يقعدوناش حنا في الحلقة المفرغة هذه تاع كل عام. نعمل على نشر هذه الإعلانات على مستوى الأماكن العمومية وعلى مستوى مديرية التربية للاطلاع على كل الشروط والمقاييس المطلوبة في هذه المسابقة. هذا العام فإن مديرية التربية لولاية جيجل قد خصصت لها مناصب مالية في التعليم الثانوي 29 منصب، في التعليم المتوسط 166 منصب، أما التعليم الابتدائي فقد خصص له 177 منصبا. على عكس ما تتوقعه الكثير لحل مشكلة البطالة، اعتصم اليوم الثلاثاء العشرات من التجار المقصيين من محلات سوق الدكسي عبد السلام أمام مقر الديوان والي قسنطينة، وهذا بعد حرمانهم من محلات في الأسواق الجوارية، ما يناقض الوعود التي تلقوها للقضاء على البطالة. عبد الله بودبابا نقل المشاهد التالية. ملي تبناو المحلات في الدقسي 740 محل وقصاونا منهم، مع اننا رانا مسلكين 4 ملايين و200 عندها في 2000، فهمت؟ ورانا لحد الان مازلنا ما ديناش حقنا، فهمت؟ بعد ما وعدنا السيد الوالي والسلطات المعنيه باللي كيوجدوا المحلات الجواريه الجدد هادو رانا نكونوا فيهم، ولحد الساعه ما كان حتى انسان خدا القرار ولا قابلنا ولا عطانا اي حاجه نستفادوا منها. عندنا الدليل باللي راه وعدنا من مؤسسي الجمعيه، وعدنا قالناها يشرفني أن أعلمكم أنه بإمكانكم ممارسة نشاطكم التجاري في الأسواق اليومية والأسبوعية المبرمج إنجازها خلال الأيام القليلة القادمة في معظم أحياء قسنطينة. تسمى هذا دليل باللي راهم يعطيونا، وما كان حتى مسؤول يعني درك استقبل. احنا رانا لجنة معتمدة، احنا نطلبوا من أي مسؤول يتخذ قرار. مع قدوم شهر رمضان الكريم، تشهد محلات بيع التوابل بالسوق البلدي وسط مدينة مغنية بولاية لمسان في هذه الأيام إقبالا منقطع النظير للزبائن من مختلف دوائر الولاية لاقتناء التوابل التي تشتهر بها مدينة مغنية، وتزدهر هذه التجارة في بداية الشهر الصيام لما تضفيه هذه التوابل من نكهة للأطباق الرمضانية. جوال فاطمة زهراء تجولت بالسوق البلدي وسط مغنية وعادت بالمشاهد والتصريحات التالية. للغرب الجزائري كلهم يتسوقوا بالمناسبة تاع شهر رمضان، لأن مناسبة عزيزة علينا إن شاء الله، ونتمنوا كاع الشعب الجزائري يصوم بخير ولا خير، وأكثر ولاية تلمسان وبالأخص بسكان بلدية مغنية. ما عندنا لي زيبيس بصح باردين، بصح في مغنية حامين باسكو هاي البارح جاو من وجدة. جينا حواسين وسبيسيالي زيبيس ونشوفوا تاني كاش منظروا في شعبان، لقاونا صح شابين. وفي نفس السياق، برمجت جمعية العلماء المسلمين لشعبة أفلو بالتنسيق مع مديرية الشؤون الدينية لولاية الأغواط برنامجا ثريا خاصا بالشهر الفضيل، افتتحه المشرفون بمحاضرات ودروس من أساتذة ومشايخ قدموا من مختلف مناطق الوطن لإثراء النشاط المسجدي وتوعية المواطن بأحكام الصيام والقيام. سعدوي العرج حضر إحدى المحاضرات في المسجد وعاد بالتالي. أصبحت الهيمنة التامة في 1930 يعني القرن العشرين، الإمام ليس من الناس. لنا نشاطات عدة، سواء عبر المساجد، سواء عبر دور الثقافة، سواء في القاعات الأخرى مع الشركاء في القطاع. وعلى كل حال، أن هذا الشهر هو شهر الشؤون الدينية بامتياز إن صح التعبير، إضافة إلى ذلك الندوات الفكرية التي هنا وهناك في المراكز الثقافية، زيادة بالتعاون مع الكثير من الجمعيات. الندوات كلها من تقديم دكاترة وباحثين وأساتذة، طبعا منها ما يقدم في مقر الجمعية ومنها ما يقدم في مساجد طبعا البلدية.
في موضوع آخر، تحولت حياة الآلاف من المواطنين في التجمعات السكانية الواقعة على جانبي الطريق الممتد من بتنا إلى عين التوتة إلى جحيم لا يطاق بسبب الغبار المنبعث من المحاجر المحاذية له، حيث ازداد في الآونة الأخيرة أعداد مرضى التنفس والحساسية بشكل رهيب. أما الأراضي الفلاحية الخصبة فتحولت إلى أراضي بور بسبب طبقات الغبار المترصبة عليها، ورغم الشكاوي العديدة للمتضررين لإجبار أصحاب المحاجر تثبيت أجهزة تصفية أنابيب صرف الغبار، إلا أن ولاية بتنا لم تقدم على حل هذه الكارثة. ميكروفون سعيد حريقة. احنا هنا طبق علينا كلش السجير هذا نتاع الجبل ما يتكلش، تقول انت اللي درت واسمو البغلي ودبسته مصرح فيه، لا سجرة لا زرع لا والو، كلش كله الغبار بس ما فيه والو. هاك شوف درك التيق نتاعي كل مقفولين على جال الغبابر هذا، مع ان رانا ساكنين يعني قريب للجبل، ما كانش 200 متر علينا احنا، وهذا هو المشكل اللي رانا نعانيو منه لهنا. يعني الطريق ما كانش عندنا طريق له، المواصلات ما كانش نهائي من شدة الغبرة اللي فوق اللازمة. حتى كان تأثيرات من ناحية الأولاد، من ناحية الأولاد والمنطقة بصفة عامة. أما في خنشلة فقد احتج قرابة 30 شخصا تم نزع ملكية أراضيهم أمام مقر الولاية، مطالبين السلطات المحلية بالوفاء بوعودها وتعويضهم وتسليمهم المبالغ المالية عن 400 هكتار من مساحتهم. وقد مرت 3 سنوات عن وعود السلطات إلا أنهم لم تجسد. يذكر أن ولاية خنشلة انتزعت أراضي بعض السكان قصد المنفعة العامة لبناء مجمعات وحصص سكنية لاحتواء أزمة السكن الخانقة. عمر عمري نقل التالي. خويا احنا عندنا زوج مشاكل، احنا لي بروبريتير تاع ولايه خنشله، السيد الوالي جانا قال لنا راح نديروا منفعه عامه، راح يديروا دي زيكيبمون لهنا في ولايه خنشله بما فيها باطيمات بما فيها الى بول يونيفرسيتير. احنا درك عندنا زوج مطالب، ديت لنا يا سيد الوالي الاراضي تاعنا وكتاش تخلصنا. السيد الوالي دار لنا قرار اكسبروبياسيون ايتيليتي بيبليك، ايزون في ليفالياسيون ما على بالناش شحال، دارونا مشكيم غير لاق وسنتر بلا فيل. ونبقى في الشرق، حيث احتج سكان بلدية أولاد رحمون بولاية قسنطينة على مشروع 100 مسكن، مطالبين ديوان الترقية والتسيير العقاري تسليمهم سكناتهم التي دفعوا ملفاتها وكل مستحقاتها منذ سنة 2006، رغم أن آخر أجل تسليم المفاتيح لأصحابها كانت سنة 2008. وقد استنكر المستفيدون من هذا الانتظار الذي زاد عن 5 سنوات. نور اليقين مغريش تنقلت للبلدية ورصدت مشاهد وتصريحات المحتجين. احنا المشكلة تاعنا في زادونا الزيادة ديك، زادونا 25 مليون، 25 مليون بصح حسب الزيادة زادونا 25 مليون فزادوها ما نعرف. كما قلت الكراج ما كانش، لي زابارتمون الباب تاع اللوح ما كانش، حوايج بزاف ناقصين، الفايونس الداخل كنت في فايونس بالك بيريمي عنده تاع كان سير كان زادك وديت صايع عاد ما تخدمش خلاص. لوبي جي عطات لي شكل الصونال غاز ونورمالمون هذه قادا تفوت كريا كري، ما تفوت لا سوميسيون بويسك لا سوم تاعها مون با واحد ل 150 مليون هذا ما كان. وحنا عندنا كاين واحد القانون في تاع الصفقات، كي تفوت ل 500 مليون تقدر ديرها كريا تفوت على لا سوميسيون. في نفس الإطار يناشد العديد من المستفيدين من مشروع 180 مسكنا اجتماعيا تساهميا بعزابة ولاية كيكدا الجهات الوصية لإنقاذهم من إفلاس مؤسسة البناء أبياس بالولاية، ما جعلهم تتوقف عن إنجاز سكنتهم. ورغم ضم الشركة المفلسة لشركة البناء لعنابة إلا أن الأشغال لم تستمر منذ 6 سنوات. يذكر أن بعض من المستفيدين قاموا بإتمام أشغال سكنتهم بأنفسهم. محمد حمادة نقل المشاهد والتصريحات التالية. مرحبا، شاهد المشروع راه دائما متوقف، اللي اصبح كاين هنا احياء متجاوره اللي راه مسكونين، المشروع اصبح بشكل خطر على الاولاد واصبح وكر الفساد. الناس هنا تجي هنا هذا وهاكم راكم كما راكم تشوفوا راه عاد اصبح خطر على الاولاد الصغار. يعمل مزيه المدير العام هذا اللي مخبي روحه وما سمع لا بمواطنين لا بمسؤولين يشوف لينا. إلى أخبار الجامعة، حيث احتج العشرات من طلبة معهد اللغات الأجنبية قسم اللغة الإنجليزية بجامعة الوادي وأوليائهم بعدما تم إعادة السنة لأزيد من 104 طالب
منددين بتسريب الأسئلة لجزء منهم على حساب الآخرين وبيعها للبعض الآخر، مطالبين بفتح تحقيق لكشف عن المتسببين في الفضيحة ومعاقبتهم. يذكر أن عميد معهد اللغات الأجنبية فتح تحقيقا في القضية. سكينة بالعروسي رصدت هذه التصريحات. نأكد حديث كل الطالبات اللي باللي يقولوا كان صح صحيح حجرة كبيرة، وإذا كان قالوا ما كانش منها الطالبات مستعدات باش يحلفن باليمين أنها في المدرج، قلت لهم راني مانيش باش نصحح ونعطي النقاط كيما نحب نايا. التسرب تاع الأسئلة كان في بداية السمستر الثاني مش في الكاتشاب، يعني معناها كان طلبة كانوا جايبين 8 وجابوا نقاط 18-19 وهم أصلا ما همش أهل باش يجيبوا النقاط هذه، واني ولمنه تكلم وكنا عارفينهم راهم جابوا الأسئلة من الإدارة. وفي نفس الموضوع أكد مدير المركز الجامعي لولاية ميلا أن عملية التسجيلات الأولية انطلقت بشكل جيد، مشيرا إلى إمكانيات استيعاب الأقطاب الجامعية المجاورة لميلا لفائض الطلبة الميليين. ميكروفون سفيان بوعون. بالنسبة لطاقة الاستيعاب أو قدرة الاستيعاب للمركز الجامعي لميلا قد تصل إلى 1000 مسجل جديد. في حالة إذا سجلنا طلب أكثر فيما يخص التسجيل بالمركز الجامعي لميلا، فبتعليمات من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأقطاب الجامعية المجاورة لولاية ميلا وخاصة جامعات قسنطينة مستعدة لاستيعاب هذا الفائض. بدينا التسجيلات الأولية، ما لقينا الأبواب مفتوحة، تسهيلات كاينة، الانترنت صافا، كلش ماشي مليح، كما قيناش صعوبات، تسهيلات كلش كاين. في وهران أقيم الاثنين حفل استقبال في فندق غوايال بوهران على شرف الرئيس التنفيذي للشركة الفندقية العالمية الذي تحصل على ميدالية فارس لوسام الاستحقاق من سعادة القنصل العام لفرنسا جون لوغيس. وكان مدير فندق غوايال الجديد قد عمل في عدة بلدان أجنبية غربية منها وخليجية، ما أكسبه خبرة 30 عاما في المجموعة الدولية الفندقية. سفيان معمر أقول حضر الحفلة وعاد بالمشاهد والتصريحات التالية. Je crois que c'est ce qui ressort des paroles qu'il a prononcées. Ce sont les qualités de cœur, le goût des rencontres avec les personnes, avec les paysages, avec les pays, qui ont fait donc la qualité de ce parcours. Et donc c'est avec plaisir que je lui ai remis cette décoration ce soir. ثقافياً، كرمت محافظة المهرجان الثقافي العربي الإفريقي للرقص الفولكلوري خلال حفل الاختتام البالي الوطني الجزائري امتنانه له لما قدمه في سبيل ترقية التراث الثقافي الوطني، وهذا في حفل احتضنه المسرح الجهوي كاتب ياسين بمدينة تيزي وزو. كان ختامه بسهرة فنية أحيتها الفنانة أمل وهبي بدار الثقافة مولود معمري. الزميل حسن زيزي حضر فعاليات الحفل الاختتام وأعد لنا الورقة التالية. حظي البالي الوطني الجزائري بتكريم من نوع خاص خلال حفل اختتام فعاليات الطبعة الثامنة من المهرجان الثقافي العربي الإفريقي للرقص الفولكلوري امتنانا له لما قدمه في سبيل ترقية التراث الثقافي الوطني وتقديم أحسن صورة عنه في جميع المحافل الوطنية والدولية. البالي الوطني بعد 51 سنة من العطاء الآن يحتفل معكم من خلال الطبعة الثامنة للمهرجان الثقافي للرقص الفولكلوري. يصوّض وكنّي أذيو ثغرين ثغرين تلوي ثغرين تهمة ثغرين تذكلي ثغرين تللي نتمرث نزير بوكذو ذا زيرين أما ذاكين ذي ثمرث نغض قطاس نتمرا ندونيث مرا. حفل الاختتام احتضنه المسرح الجهوي كاتب ياسين وحضره سكان تيزي وزو وجميع الوفود المشاركة في المهرجان، في حين ختمت الفنانة أمل وهبي المهرجان بسهرة فنية بدار الثقافة مولود معمري وأطربت مسامع الحضور بباقة غنائية إلى غاية ساعة متأخرة من الليل. محطة تيزي وزو مميزة جدا بالنسبة لي. أولا